النهارده هيكون معادنا مع ثلاث مباريات حماسيه ومهمه في الاسبوع ال 25 من الدوري الممتاز. الاهلي هيواجه بيراميدز، والزمالك هيواجه المحله، وفيوتشر هيقابل الاسماعيلي. خلونا نقرا تحليل ما قبل هذه المباريات الثلاثه مع الاستاذ محمد البرمي الناقد الرياضي اللي موجود معانا على التليفون. صباح الخير عليك يا فندم. صباح الخير على حضرتك، صباح الخير على كل الساده المشاهدين. يعني يا فندم، بداية ازاي شايف مباراة الاهلي وبيراميدز والطريقة اللي بيفكر بيها سواريز؟ مباراة الاهلي وبيراميدز يعني حاليا في الدوري بتكون قمة خلاص، يعني يمكن من موسم ولا اتنين مباراة بيراميدز والاهلي بتكون قمة، دايما قمة حماسية، مباراة بتكون قوية. النهاردة يمكن مباراة استثنائية شوية، لان الاهلي تحديدا هيكون عليه ضغط كبير جدا. الاهلي مطالب بالفوز على بيراميدز علشان يكمل في الصراع على المنافسه على اللقب، عنده مباراتين مؤجلتين، فبالتالي محتاج يفوز علشان خاطر الفوز ده هيقربه اكتر من الزمالك، هيعوض النقاط. لسه يمكن في الاهلي عنده مباراتين مؤجلتين، وبالتالي الفوز شويه للاهلي هيكون اهم بكثير جدا من مباريات كثير الفتره الجايه. بيراميدز نفس القصه، اذا عايز ينافس على الدوري وإذا عايز يكمل على المنافسة في الدوري محتاج يكسب النهارده ويقول لا أنا موجود، لأن ده كمان هيكون دفع معنوي ليه. الزمالك كمان عنده ماتش مهم، غزل المحلة فريق كويس جدا، ملعب غزل المحلة تحديدا بيكون صعب جدا على الفرق اللي بتلعب هناك. الأهلي بيفوز هناك بصعوبة كبيرة جدا، بيتعادل في لقاءات كتير، وبالتالي المباراتين قويتين جدا. كل فريق عنده مباريات الدوري الفتره الجايه كانه مباريات كؤوس، لان خلاص يمكن احنا بنتكلم في ان احنا في الجزء الاخير من الموسم، كل فريق عايز يكسب كل مباراه علشان كل ما بيفوز بيقرب. كمان الاهلي محتاج يفوز اكثر النهارده علشان خاطر قبل مباراه الزمالك في كاس مصر، يمكن عمل مباراه جيده جدا امام سويسرا، فاز 4 بـ4 أهداف وقدم عرض كويس جدا. البعض اعتبر المباراه كانت مفاجاه في ظل الظروف اللي الاهلي بيمر بيها، وبالتالي هو كمان محتاج ياكد ده امام بيراميدز علشان كمان نهائي كاس مصر امام الزمالك يوم 21، فبالتالي مباراه مصيريه جدا. طب حضرتك شايف ازاي الاهلي ممكن يحل مشكله النقص العددي خصوصا بعد اصابه طاهر محمد طاهر ومحمد هاني؟ يعني الاهلي عنده عدد من البدايل، عنده عدد من البدايل جيدين جدا يقدروا يعوضوا هذا النقص ولو لفتره محدده. طبعا الاهلي بيمر بظروف سيئه شويه، خاصه مع اصابه يعني اغلب الاطراف، درستاوي، ميكسوني، حسين الشحات، طاهر، محمد طاهر، لكن يقدر يعوض ده. محمد شريف بيقدر يلعب على الجناح بشكل كويس جدا، وممكن يستغله مع حسن صلاح محسن بيقدر يلعب على الاطراف بشكل كويس جدا. في الناشئ الشاب زياد طارق بيلعب برضه على الاطراف كويس جدا، فبالتالي هو يقدر يستغل اللعيبه اللي ما بتلعبش بشكل كبير جدا. صحيح ان الغيابات دي بتكون مؤثره، لكن هو هيقدر يتعامل معاها. كمان يعني جماهير الاهلي مقدره الظروف اللي فيها النادي الفتره الحاليه من اصابات كتير جدا، لكن على الجانب الاخر عنده في خط الدفاع عوده عدد كبير من اللاعبين الجيدين، عنده في وسط الملعب عنده عدد كبير جدا من اللاعبين الجيدين، لكن اكيد الغيابات بتكون مؤثره، لكن الاهلي عنده بدائل تقدر تعوض هذه الغيابات. طب هل حضرتك شايف ان هزيمه بيراميدز امام الاهلي في الكاس ممكن تكون دافع ليهم النهارده في مباراه الدوري، وخاصه التعادل الاخير لبيراميدز مع طلائع الجيش؟ اذا كان لدى لاعب البيراميدز رغبه في المنافسه على الدوري والافصاح عن انفسهم كمنافسين في الدوري، لازم يفوز على الاهلي النهارده، لان الاهلي فاز في الدور الاول، الاهلي فاز في كاس مصر، بياكد تفوقه على الفريق. بيراميدز عنده لعيبه كبيره، عنده لعيبه خبره كبيره جدا، وهو ما زال في منافسه على الدوري. النقاط متقاربه جدا بين الاهلي وبين بيراميدز والزمالك، وبالتالي هو محتاج يدخل في المنافسه بشكل كبير على الدوري، خاصه ان هو كمان فقد فرصته في لعب دوري ابطال افريقيا، لان هو خلاص الاتحاد الكره حدد الفرق اللي هتلعب دوري ابطال افريقيا وهتلعب في الكونفدراليه، بيراميدز في الكونفدراليه، وبالتالي هو المنافسه على المركز الثاني مش حاجه مهمه بالنسبه له خلاص، لان الامور اتحددت، وبالتالي هو اذا حب ينافس لازم ينافس على اول الدوري، على بطل الدوري فقط، وبالتالي ده دافع كبير جدا ليهم ان هم يفوزوا النهارده ويأكدوا ان هم موجودين ويعوضوا كمان خسارتهم المباراتين اللي فاتوا امام الاهلي. الناقد الرياضي الأستاذ محمد البرمي، شكرا جزيلا لحضرتك.